العنب اليمني، الآن طبعا في مرحلة عقد الثمار، لاحظوا الثمار هنا، لاحظوا الثمار، طبعا المسافة بين الأشجار تقريبا 8 متر، لاحظوا التعريشة، تقليم العنب يكون في منتصف شهر 2، في يعني منتصف شهر 2 فبراير. والإنتاج بيكون في شهر 7 تقريبا أو منتصف 7. يوجد 3 أصناف رئيسية في اليمن، الذي هي الأحمر والأبيض والأسود.